والامم المتحده الامم المتحده اصلا عملت فيديو. انا كنا نروح اسيوط بس نطينا من اسيوط للامم المتحده. الامم المتحده عملت فيديو كده بيعبر عن تمكين المراه وعن المساواه. وطبعا الفيديو ده هيعجب جدا هواندي دلوقتي وهنشوفه ونتابعه. تعالوا نشوف المساواه وفكره تمكين المراه عالميا. العالم بيشوف ده ازاي؟ نشوف الفيديو ده ونرجع مره ثانيه. أول مسرحية كتبتها كانت عن حواء. العمل في المسرح أتاح لي فرصة العلاقة مع المرأة على أساس من التساوي. أنا لما ابتديت الكارير بتاعي كل الفنانين الحلي كانوا سيدات، فكان في عندنا عزة فهمي وعندنا سوزان المصري وعندنا إحسان ندى، وكانت الشغل بتاعهم هو الشغل الفني اللي حمسني إن أنا أدخل في المجال دوت وأشتغل فيه. يعني أنا مثلاً في 22 سنة كان مرة واحدة بس مديري كان رجل والباقيين كلهم كانوا رائدات على أعلى مستوى، ما بخلوش أبداً في تعليمي وتوجيهي ودعمي ودفعي. أكيد بمنتهى الوضوح أنا بدعم مراتي في عملها جداً لأن أنا مؤمن بكده، فأنا بتمنى لها الخير، فبفكر في عملها زي ما بفكر في عملي. أنا أمي سيدة عاملها، دكتورة في الجامعة، بتحب العلم جدا، بتحب الشغل جدا، فمن وأنا صغير بشوف إن الست لازم تشتغل. أنا عندي ثلاث بنات دلوقتي بيتعلموا كويس عشان في الآخر ما يقعدوش في البيت، لازم تفيد الناس وتفيد المجتمع اللي بتشتغل فيه. يعني بنتي الكبيرة هي معاها ماجستير في القانون الدولي، ولما حبت تسيب دراسة القانون وتتجه للفن أنا كنت أول واحد داعم ليها وقلت لها اعملي اللي أنت بتحبيه عشان تنجحي فيه. اللي بنعمله انا ومامتهم ان احنا ما بنعملش حاجه. قصدي ان احنا بنديهم المساحه الكامله للاختيار. عندي خالد وضي اتربوا على انه مفيش حد فيهم افضل من التاني. ما ينفعش ان احنا نتعامل مع المراه انها شيء. اعتقد انه ده شيء يعني محتاج اعاده نظر، يعني ما ينفعش. المفاهيم دي الحقيقة لازم تختفي من المجتمع. المرأة هي كائن إنساني باختصار شديد، يعني مثلها مثل الرجل، مساوية لي في الحقوق وفي الواجبات وفي القيمة. الحرية أنثى والمساواة أنثى والكرامة أنثى والثورة أنثى. إيه الهدف الأكبر بالنسبة لي في هيئة الأمم المتحدة المرأة ما تبقاش موجودة؟ لانه ده معناه انه اول انها ما تبقاش موجوده انه يبقى تم تحقيق الغايه اللي احنا بنسعى لها، انه يبقى في تكافؤ ويبقى في تساوي ويبقى في عداله ما بين الرجل والمراه في المنطقه العربيه. فده هو الهدف الاساسي. المساواة أنثى والحرية أنثى والثورة أنثى والكرامة أنثى طبعا. فده كلام عظيم، بس لو كلنا نفهمه. الفكرة بس إن زي ما كنا بنتكلم امبارح تحديدا لسه للأسف البعض عنده بعض الأفكار الرجعية الذكورية لو هنسميها المغلوطة في فكرة إن المرأة أقل تفكيرا، المرأة أقل مكانة، المرأة أقل مش عارف إيه، المرأة مكانها البيت. يعني كل الموروثات والأفكار الرجعية دي للأسف موجودة إلى حد ما في بعض المجتمعات العربية وبعض ده على فكرة برضو المجتمعات الغربية. بس مش هنقول بقى دول متقدمة، في الدول الغير متقدمة أو الدول النامية إلى حد ما لازم يتم القضاء عليها. ولو إحنا هنا معنيين بمصر واللي تهمنا مصر، مصر الحمد لله إحنا شهدنا السنوات الأخيرة الماضية تغيير حقيقي في استراتيجية في فكر إلى حد كبير، بس احنا محتاجين لسه ان احنا نستمر. صحيح. الاستمرارية هو ده اللي بيؤدي للنجاح في النهاية. عارفة ان هواند يعني معروفة من البديهيات كده ان بتقاس اي تقدم لاي امة او لاي حضارة في الدنيا بمدى تقديرها للمرأة، مدى مكانتها. صحيح. في المرأة في كل المجالات، مكانة المرأة فيها. صحيح. بالزبط. والفيديو ده اللي عجبني فيه فكرة التنوع. هنا احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على حرية الاختيار. ال 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 ال
دكتور مدحت العدل مثلا بيتكلم انه بناته ادالهم حريه اختيار في حياتهم، في كارير الشغل بتاعهم وعملهم، مفيش تفرقه بين الولد والبنت. حد طالع بيقول انا اشتغلت 21 سنه كل المديرين كانوا ستات، ما كانش في مدير راجل. فهنا فكره النوع او الجندر او التصنيف ان في رجل ومراه مفيش. يعني لو احنا عايزين مجتمع حقيقي ومدني ومجتمع قايم على القيم، فكره النوع والتفريق هنا، الفكر اللي بتاعله او القيمه اللي بتاعله دايما قيمه الكفاءه. انا ما ببصش للنوع، هل الرجل كفء او المراه؟ بالظبط. واذا كان الرجل كفء فيستحق، مش عشان دي مراه او المراه كفء فيستحق.